يا صاحبي، وي يا صاحبي، وي يا ولدي، وي 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 سجاد، أبوه كان مات والدنيا ما جزء وانت قوان لازم تترافون. ألو، أنا أخوي جيم وما عندي أي أخو بايتنا بعد، وده هو موديك على صلح. سلم لي علي وقل له أمه الحليب رفعته له. أخوي الدنيا ترى ما تسوي، أبوه كان مات وانت مخيوان ولازم تتسالفون. أخوي وسام تروح توصل له الحكي، انا اخو بالدنيا ما عندي، وانا اخوي سلاحي هاف هو مديك، روح قل له وين ما اشوفك يقتلك. عبد الله انت مسوي روحك لوتي، ضحكت علي بالفايز وهسه راح تخدم ابو عبد الله. تعال بالله، تعال نزيد، تعال تعال. الو، السلام عليكم ابو معتز، قواك الله، شلونك؟ زين، الله يعزك. اقول لك راح اطلع مشاية، تروح وياي. شنو بعد وقت بعد اخوك؟ الناس كلها طلعت، ظل انت، ظل 24 ساعه ظل بالبيت قاعد، ما تفيدك هاي السوالف. انا راح اطلع مشاية قدامك، واذا تريد عود الحقني. يلا يلا ابو حيدر، ابو حيدر، الحق ابو حيدر، اخوك اخوك قلبك 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 يموت ويموت. وين تحسك؟ يطب مرض يستاهل، والله يستاهل، يطب حمار. مع الاسف، مع الاسف على هيك خوار، مع الاسف. اقول لك اخوك قلبك سماك خوار، باك خوار مثل حسين وعباس عليهم السلام. مدرك يا والله، مدرك يا قواك الله زايد،
شاء الله ما تعبت. قوي حيلك حبيبي. زين شو رايك بالزوار؟ كل الزوار على راسي، بس اكو بيهم الزين والموزين. لا حبيبي شنو هالحكي؟ هذا زوار الحسين. انا مو قصدي، بس اكو ناس تشتغل بالفايز وبالحرام يجون يزورون الحسين. اي والله حبيبي صح لسانك. ماكو شغله ثانيه، يمشي بشايه ما عنده صله الرحم بين اخوتي وبين اهلي ويوصل للحبره وما يستحي من ابو فاضل. ايه هذا انا ما استحي.